أمام ملاء من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية يطلق ترامب تصريحات ساخرة. الرجل السبعيني يرى بأنه بات المرشح الأقرب إلى قلوب الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية منذ أن وطأت قدماه المحاكم، وأنهم أصبحوا يتعاطفون معه لكثرة القضايا التي يواجهها. تصريحات ترامب ترجمت على أنها إشارة منه على الارتباط الوثيق بين الأمريكيين الأفارقة الذين يعدون المشتبه به الأول دائما في الجرائم التي تقع بالبلاد، ليهرول بايدن ويصف تصريحات ترامب بالمخزية والعنصرية في حق ملايين الأفارقة داخل الولايات المتحدة. لم يلبث ترامب حتى عاد متعهداً بأنه سيتخذ إجراءات قاسية للتعامل مع الكم الهائل من المهاجرين المكسيكيين الذين تراودهم نسمات الحلم الأمريكي من وراء السياج الفاصل، سياج تلقي دوريات الحدود الأمريكية فيه القبض على الآلاف يومياً. لا شيء ممنوع، وكل القضايا مطروحة بين المتنافسين في السباق للبيت الأبيض، ومن هنا يقفز ترامب دائما فوق الخطوط الحمر لكسب أصوات الأمريكيين ولو لعب على المتناقضات.